والآن أخبار الأرصاد الجوية وحالة الطقس. عودة مرة أخيرة إليك ميرفت. شكرا لكم مجددا وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غداً على بعض المدن ومحافظات الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 33 والصغرى 24، الإسكندرية 30-25، مطروح 29-25، بورسعيد 29-24، الإسماعيلية 33-23، السويس 33-24، العريش 30-25، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 36-29، الأقصر 42-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 35-28، وأخيرا حلايب 34-26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.